انا مهمل دلوقتي بقى عليه، مهمل. انا دلوقتي جبت سيره الكابتن جهاد جريش عشان كان في سؤال في دماغي قلت اساله لك في الاخر. كابتن جهاد كان معايا في مداخله قريب وقال ان الكابتن عصام عبد الفتاح وقف قدام ان انا ابقى محاضر دولي في كورس تقريبا هيتعمل، والكابتن عصام عبد الفتاح شال اسمي من الكورس دوت. هل فعلا حضرتك تعمدت ان الكابتن جهاد جريش ما يبقاش موجود رغم ان سؤال؟ اتفضل. سؤال رائع. اتفضل. سؤال رائع، وعمري ما رديت على مثل هذا السؤال. انا مره بس غلطت وحلفت بالطلاق مره، بس مش هحلف احلف بحاجه اكتر من الطلاق. اقسم بالله العلي العظيم. اللي اتعمل لجهاد جريش ما اتعمل لاي حكم في تاريخ مصر. انا بس هقول لك شويه حاجات من الاخر للاول، مش كل الحاجات لان في عشرات الحاجات. جهاد جريشه في كاس الامم اللي كانت موجوده في مصر اللي احنا خرجنا من دور 16 ضد جنوب افريقيا كان موقوف من الكاف من لجنه الانضباط. طبعا فتح اللي راح دفع 3000 جنيه من جيبه عشان نعمل استئناف بعد اتصالات مع المهندس هاني بوريده اللي كان له دور كبير. وعملنا دفعنا 3000 دولار وكان في ساعتها اجازات للبنوك وقصه ولقينا بنك بالعافيه في 6 اكتوبر دفعنا الفلوس. انا خدت الفلوس من الاتحاد بعد كده للامانه يعني خدتها بعد كده. وبعد كده خدت جهاد جريشه من ايده ورحت لاحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي في سويت 1500. شوف انا فاكر في الماريوت وخلصنا الموضوع. حتى الراجل قال لي زي ما قال لي ايه تعمل اقرار على نفسك انه ما يغلطش تاني، قلت له مش هيغلط تاني. وخدته ووديته على كاس الامم، وديته على فندق تريانف اللي كان فيه معسكر الحكام الافارقه ودخل البطوله. دي واحد. في البطوله دي جهاد جريشه كان هيمشي من الدور الاولاني. قعدناه ومشينا امين عمر، انا بقول لك حاجات اسرار. ومشينا امين عمر. رئيس لجنه الحكام كان سليمان وابري وقتها، كان عضو في مكتب التنفيذي، هو دلوقتي نائب رئيس الاتحاد الافريقي ويمكن يسمعنا. وكلام مسجل على لساني. قال لي عصام هيقعد جهاد وهنمشي امين ماشي، ولكن هدي له حكم رابع في النهائي. كلمت مع المهندس هاني بوريه، ده ما ينفعش، ده مصر خرجت من البطوله، على الاقل ندي له الثالث والرابع، ده البطوله في مصر. تمام. والله العظيم زي ما بقول لك، عيني لجنه الحكام من ورايا، عينوا إريك إتوجو. أنا بقول إن زمايله المصريين عارفين اللي أنا بقوله ده كلام حقيقي، مش بقول. عينه إريك إتوجو من الجابون ونزل على موقع الاتحاد الأفريقي إن هو اللي هيحكم الثالث والرابع. رحت للمهندس هاني بوريدة وعمل اجتماع مصغر ما بين أحمد والمهندس هاني سليمان وبري، بقول لك أسرار أسرار. وتم تغيير إريك إتوجو وحطينا جهاد جريشة، وكان هيلعب في النهائي محمود ابو الرجال هيلعب النهائي، حول الله خد جنب النهائي ولعب مع جهاد في الثالث والرابع. سيبك من دي بقى، سيبك من دي. ارجع لماتش الزمالك والمقاصة. مين الوحيد في مصر اللي وقف مع جهاد جريش؟ يا ريت تساله. مصر كلها حتى اتحاد الكره كان بيهاجم، حتى كان عاوزين يشتروه من القايمه. انا الوحيد اللي وقفت معاه وقلت ان العالم كله وكل حكام العالم ممكن يغلطوا. ايه المشكله؟ و و خلي بالك الدوري اتوقف حوالي 3 شهور او 4 شهور بسبب الحاله دي. كده كتير، عيب. عيب. اللي اتعمل مع جهاد جريشه ما اتعملش في التاريخ لاي حد. انا بقول لك، هقول لك على شاهد كمان غير حكام مصر. في المعسكرات كنا بنتكلم في هذه المواضيع قدامه في بورسعيد على اللي اتعمل له. يا ريت تسال انت بشكل شخصي المهندس هاني بوريدة، قول له عصام عبد الفتاح كان بيعمل مع حضرتك ايه لجهاد جريشه. عيب. 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 انا راجل صعيدي ومتربى على تربيه ابويا، وربنا بيكرمني، عارف ليه يا كريم؟ بيكرمني لاني بخاف ربنا. بخاف ربنا. فهذا الكلام عيب.